الناس على السوشيال ميديا مش فاهمين انها مامتك، فاهمين انها معجبه من معجبينك. هو انت نزلتي تسلمي عليها؟ اللي عايز يفهم حاجه يفهمها، المهم ان احنا لقيناكي. والله يا خالتي انا رجلي كانت سابقه رجل لؤلؤ في التدوير عليكي. بنتك بقت اهم نجمه في مصر، اكيد ده بركه دعائك. طيب نستأذن احنا بقى. انا هطلع اوضتي يا لؤلؤ، خالتي لو احتجتي اي حاجه انديها عليا حس واحد بس هتلاقيني جايه لك جري. سامحيني لو في يوم عاد ما دورتش عليكي فيه، بس وحياتك عندي ما كنت بتغيبي عن بالي لحظه. كنت كل يوم بصحى اقول انا الاقيكي في اليوم ده. سامحيني انتي حبيبتي على كل يوم بعدت عنك فيه، بس والله كان غصب عني. سامحيني على ضعفي وقلة حالتي. احنا محدش فينا غلط في حق التاني عشان نسامح بعض، هو بس الزمن قسي علينا شوية. اسكت خالص.